أهلا بكم مشاهدينا الكرام الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ من العرب اللندنية. مقتدى الصادر ينصاع لإيران ويتراجع عن دعم الزرفي. في صحيفة البصائر، الميثاق الوطني يرفض تدوير اسماء الفاسدين لشغل المناصب الحكومية. في الخليج الإماراتي، العراق ينفي انسحاب أي قوة أمريكية من قاعدة الحبانية. في المدى، العراق تسجل 50 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا. في العربي الجديد، الحكومة الأردنية تخفف بعض القيود الصارمة لحظر التجول. اخترنا لكم من الشرق الأوسط، حصيلة كورونا تعود للازدياد في إيطاليا بعد يومين من التراجع. وفي القدس العربي، كورونا ثلث سكان العالم في العزل المنزلي، وأمريكا تتجه لتصبح بؤرة جديدة. تداولت وسائل إعلام أنباء انقلاب عسكري وشيك يمكن حصوله في العراق بدعم أمريكي. رافق ذلك تحركات غريبة يمكن أن تصب في تقوية هذه الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام وتنسبها لمصادر غير محددة. نظير الكندوري تساءل في موقع مركز راسام عن احتمالية وقوع هذا المخطط للتغيير في العراق، وهل من الممكن أن يحدث ذلك مع سيطرة الميليشيات الموالية لإيران على المشهد الأمني في العراق؟ من الواضح أن تسريب أنباء عن انقلاب عسكري وشيك الحدوث في العراق ومن مصدر داخل فيلق القدس ولصحيفة عربية غير معروف عنها الاهتمام الكبير بالشأن العراقي الداخلي له تفسيرات عديدة ويعطي انطباعات أخرى عديدة، أولها أن إيران وفي وضعها المتأزم الحالي بدأت تشعر بفقدان السيطرة شيئا فشيئا على الوضع السياسي والأمني في العراق، وأكبر دليل على ذلك هو تكليف شخصية لمنصب رئاسة الوزراء من خارج منظومتها السياسية الموالية لها داخل العراق، بل وتتهمه بالولاء للأمريكان، وأن وصوله إلى سلة رئاسة الوزراء في العراق يعني تقويضا هائلا لنفوذها وسيطرتها الحالية على العراق. وانطلاقا من هذا، فهي تضغط الآن على الأحزاب والميليشيات الشيعية لرفض المكلف الجديد وتنحيته والمجيء بشخصية أخرى أكثر ولاء لها يحافظ على مكتسباتها في العراق. وعلى هذا الأساس، فإن تصريحات المصدر الإيراني المجهول هي تصريحات مقصودة تريد إيران منها خلق حالة رعب عند المكون الشيعي العراقي من انقلاب عسكري وشيك يأتي بنظام شبيه بنظام صدام حسين الرئيس العراقي السابق، ويكون مبررا لإجراءاتها التي تعتزم القيام بها من خلال غلق باب رئاسة الوزراء أمام الزرفي. ورأى الكاتب أن تنفيذ انقلاب عسكري في العراق بدعم أمريكي ربما يكون ضربا من الخيال حاليا بسبب تكلفته المادية واحتمالية عدم نجاحه، لا سيما أن كثيرا من قطاعات الجيش وقوى الأمن الداخلي تدين بالولاء لإيران، وكثيرا من قادتها بالأصل كانوا أفرادا في الميليشيات الشيعية التي جاءت من إيران بعد عام 2003، وبالتالي فإن أمريكا لا تريد المغامرة بعملية عسكرية غير مضمونة النتائج. في أوقات سابقة كان رئيس الوزراء في العراق يختار بناء على تسوية أمريكية إيرانية، الآن تبدو تلك التسوية أشبه بالعقدة المستعصية على الحل. هذا ما ذكره فاروق يوسف في موقع ميدل إيست أونلاين، وقال إن هذا يشكل مؤشرا على أحد أمرين: إما أن تكون الدروب الخفية التي كانت مفتوحة بين الطرفين قد أغلقت، وإما أن يكون الطرفان قد اهتديا إلى طريق جديد من التفاهمات العاجلة، إذ صار الاتفاق على إقامة حكومة جديدة في العراق بموجبها مسألة ثانوية.
لأن الأحزاب العراقية جميعها من غير استثناء تحسب على إيران، فإن عجزها عن فرض مرشح يتم التوافق عليه لا يمكن اعتباره إلا دليلاً على ضعف المرجعية السياسية التي تستند إليها. بعد استقالة عادل عبد المهدي تحت ضغوط شعبية، صار واضحاً أن أي مرشح لمنصب رئاسة الحكومة ستكون حظوظه قليلة، لا بسبب اعتراض الشعب عليه، بل بسبب تعارض المصالح بين الأحزاب، وبالأخص تلك التي تزعم أنها تمثل المكون الشيعي. لقد كانت الأحزاب مطمئنة إلى الوصفة الأمريكية الإيرانية، من خلالها تتحقق عدالة النظام المحاصصة. هي وصفة منصفة، رئيس حكومة يكون بمثابة واجهة لعملية فساد عظمى يجري في سياقها توزيع ثروات العراق حصصا بين الأحزاب، من غير أن يتخطى حزب حقوقه أو يسطو على حقوق الأحزاب الأخرى. ذلك زمن الراحة الذي أنهاه تحول غامض في العلاقة بين الشريكين. من المؤكد أن مقتل قاسم سليماني كان واحدا من أهم علاماته المشؤومة. انتهى زمن الراحة، وأظهرت الأحزاب كلها شراسة في محاولة التوسيع من دائرة مصالحها، وهو ما ينهي كذبة البيت الشيعي، وفي الوقت نفسه يكشف عن أن الولاء لإيران لا يصنع جبهة موحدة مثلما هو حال الولاء للوطن. الكاتب أكد أن من الضروري التأكيد على أن الولاء الأمريكي لا يكون أفضل للعراقيين من الولاء الإيراني، فالأمران متشابهان من جهة الحرص على تثبيت الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال. وبشأن الشريكين، فإن السلطة سلطة الأمر الواقع تقع فوق كل السلطات. ذلك يعني أن العراق بشعبه ودولته ومصيره ومستقبل أجياله سيظل ملفا مغلقا. في مثل هذه الأيام كان الجيش الأمريكي يزحف انطلاقا من الجنوب في اتجاه بغداد التي دخلها في 9 نيسان عام 2003. دخلت المنطقة يوم ذاك مرحلة جديدة، هي مرحلة بداية الزلزال العراقي الذي لا تزال تفاعلاته مستمرة حتى اليوم في كل الصعود، بما في ذلك العراق نفسه والمنطقة المحيطة به. هذا ما ذكره خير الله في صحيفة العرب اللندنية، إذ قال إنه بات معروفا ما حل بالعراقي ومن الهدف من احتلاله. شاهد العالم التغييرات التي حصلت على الأرض منذ العام 2003. تأكد العالم وقت ذاك أن إيران كانت الشريك الفعلي في الحرب الأمريكية على العراق، خصوصا بعدما تبين أنها خرجت أقله في المدى القصير الطرف الوحيد المنتصر في هذه الحرب التي قتل فيها آلاف الجنود الأمريكيين وكلفت الخزينة الأمريكية تريليونات الدولارات. لا يزال السؤال اللغز، لماذا قرار اجتياح العراق؟ كان الجواب وقت ذاك ألا بد من التخلص من النظام الذي قهر العراقيين. لا شك أن النظام العراقي كان ديكتاتوريا، ولكن ما الفارق بينه وبين النظام السوري؟ الأهم من ذلك ما الفارق بينه وبين النظام في إيران؟ إنه قرار أمريكي محير بالفعل، لكن الخلاصة التي يمكن الخروج بها بعد كل تلك السنوات التي مرت على دخول الأمريكيين إلى بغداد سعيا لإقامة نظام جديد، وهو ما تبين أنه مهمة مستحيلة، أن الهدف كان العراق وليس النظام. الأسوأ من ذلك كله أن الطفل كان يعرف أن احتلال العراق بالطريقة التي حصلت كانت تعني تقديم البلد على صحن من فضة إلى إيران من جهة، والإخلال بالتوازن الإقليمي على كل صعيد ومجال من جهة أخرى. أضاف الكاتب أنه بعد مرور 17 عاما على إسقاط تمثال صدام حسين في بغداد، بدأ يتكشف أن المطلوب في كل وقت كان الانتهاء من العراق. لم يكن النظام والكلام على امتلاك أسلحة للدمار الشامل، منها أسلحة كيميائية، لم يكن سوى حجج واهية لتحقيق هدف معين اسمه العراق. في بريطانيا يستدعى الأطباء المتقاعدون وكل طبيب مسجل اسمه في المؤسسات الصحية، سواء كان يعمل في اختصاصه أو لا يعمل، لمواجهة موجات من الإصابات بوباء كورونا. فاتح عبد السلام ذكر في صحيفة الزمان أنه في بلد
وهو العراق الذي يعاني أصلا من انهيار القطاع الصحي، لا بد من الشروع بالعمل لمواجهة تفشي هذا الوباء. لم يعد هناك وقت للدراسة والتفكير الطويل من أجل لملمة ما بقي من أطباء البلد وأجهزته الصحية وفتح باب التطوع للمساعدة المحلية الصحية من خلال تدريب سريع لبضعة أيام على الشؤون اللوجستية والإسعافات وسواها، ليتم تكريس عناصر الأجهزة الصحية الأخرى للمرحلة التالية من الخدمات والعلاجات. هل توجد قواعد معلومات مدامة يمكن استدعاؤها في هذه الأحوال الطارئة؟ وهل توجد موازنة حقيقية تدعم ذلك بوصفه القطاع الذي يقود الصفوف الأولى في هذه الحرب الجديدة؟ ولا ننسى ذلك اللقاء التلفزيوني الذي وصف فيه سياسي ومستشار سابق لرئيس الوزراء مستشفيات البلد بالمسالخ على مر الحكومات. كانت وزارة الصحة مجرد حقيبة ينتظرون اقتناصها في سباق المغانم القذر الذي جبلت عليه الأحزاب السياسية في حكم العراق سنوات بعد أخرى، ولا أحد يفكر في إعادة إعمار القطاع الصحي قبل غيره، في الأقل بما يتناسب مع حاجة شعب منهك أصلا بشتى أنواع الأمراض أكثر من سواه من شعوب المنطقة التي لم ترى مثل ما رأى من ويلات الحروب والحصارات وخراب المجتمع. وأضاف الكاتب أن الرعاية الصحية لبلد نفطي لابد أن تكون في درجة مقبولة ولا نقول متفوقة بسبب تردي التكوينات الرسمية الأخرى، فوزارة الصحة مثل الجيش ليست حقيبة وزارية، هي نظام أساس من أنظمة تنفس الحياة في هذا البلد. في معايدة غير اعتيادية وفي ظروف استثنائية منعت الإيرانيين من الاحتفال برأس السنة الفارسية، اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي شياطين الإنس والجن بإنتاج فيروس متخصص بجينات الشعب الإيراني. مصطفى فحص قال في صحيفة الشرق الأوسط أن القيادة الإيرانية على الرغم من كل ما حصل لم تتخلى عن اللغة الخشبية بحسب وصفه، التي لم تعد تتماشى مع متطلبات مرحلة حاسمة تمر بها إيران من قبل أزمة كورونا. إيران إذا استمرت متمسكة بلغتها الخشبية فإنها ستتحول إلى بلد معزول عن عالم ما بعد كورونا، فلا تستطيع هذه القيادة الاستمرار في رمي إخفاقاتها على الخارج بوصفه العدو، فهو بات مقيما بشكل دائم في خطابات المرشد، إضافة إلى نظرية المؤامرة، وقد تحول إلى ثنائية يستخدمها النظام شماعة من أجل تبرير فشله في إدارة واحدة من أغنى دول المنطقة. منذ أيام أعلنت طهران وعلى لسان كبار قادتها أنها رفضت عرضاً أمريكياً لتقديم مساعدة إنسانية لاحتواء تفشي كورونا، واعتبر الرئيس حسن روحاني أنه ينبغي على الولايات المتحدة رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء الوباء. قطاع الصحة شهد تراجعاً حكومياً في الإنفاق على بنيته التحتية نتيجة اهتمام النظام بقطاعات أخرى وإعطائها الأولوية على حساب قطاعات خدمية أساسية، حيث يرتفع الإنفاق على التسلح وتنفق الثروات على البرنامج النووي الصاروخي، وتبذر أموال الإيرانيين على دعم الجماعات المسلحة في الخارج وتمويل الحروب. فلولا مشروع النفوذ الخارجي وتصدير الثورة لكان باستطاعة إيران أن تكون في مقدمة دول المنطقة، واقتنعت بوقف الاستثمار في الميليشيات العابرة للحدود لصالح تطوير كادرها البشري وتسخير إمكاناتها المادية في خدمة شعبها. وبحسب الكاتب فإن النظام الإيراني لن يخرج معافى من فيروس كورونا، فهو سيترك أثرا كبيرا على هيبته ومكانته بين الإيرانيين، والأخطر أن هذا النظام الذي دخل شيخوخة مبكرة أضيف وباء كورونا إلى قائمة الأمراض السياسية التي يعانيها، ففي الحالة الإيرانية المستعصية سياسيا وصحيا لم يعد مستبعدا أن أنظمة متداعية تسقطها أوبئة. نشرت مجلة فورين أفيرز مقالا للباحث توبي ماتيسون يتحدث فيه عن تأثير فيروس كورونا على التوترات أو في التوترات الطائفية بالشرق الأوسط، مؤكدا أن هذا الوباء ينتشر
في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ضغوط على الخدمات الصحية الضعيفة، وفاقم التوترات الطائفية والسياسية القائمة في داخل تلك الدول وعلى المستوى الإقليمي. الكاتب يشير إلى أن معظم الحالات التي انتشرت في المنطقة تم تتبعها إلى مدينة قوم في إيران المعروفة بحوزاتها الدينية، ويلفت إلى أن المسؤولين الإيرانيين قدموا شهادات متناقضة حول طريقة دخول الفيروس إلى قم، فمرة لاموا طلاب المدارس الدينية المسلمين القادمين من الصين، وفي مرة أخرى حملوا العمال الصينيين الذين يقومون ببناء قطار سريع في المدينة. وما هو واضح أن الفيروس بعد وصوله إلى المدينة التي يعيش فيها 1,200,000 نسمة انتشر بسرعة، وأعلنت الحكومة الإيرانية في 19 من شباط عن حالتي وفاة من كوفيد-19، وهي أول مرة تعترف فيها الحكومة بدخول الفيروس إلى البلد. وبحلول 27 من شباط تم الكشف عن حالات إصابة في 24 ولاية من 31 ولاية إيرانية، وحتى 23 من آذار أصاب الفيروس 23,000 شخص وقتل 1,800 شخص، بمن فيهم عدد من مسؤولي الحكومة الإيرانية. ويذكر الكاتب أن منظمة الصحة العالمية ترى أن العدد قد يكون 5 أضعاف العدد الرسمي، نظرا لمحدودية أجهزة الفحص وبطء رد حكومة الرئيس حسن روحاني على الأزمة المتزايدة ورفض الدعوات لفرض حجر كامل للمدن أو منع السفر. أضاف الكاتب أنه على الرغم من ظهور هذا الفيروس في الصين، إلا أن طريقة تعامل إيران مع انتشاره داخل أراضيها كانت مصدر غضب وخوف. ويفيد الكاتب بأن جيران إيران سارعوا لتحميلها مسؤولية انتشار الوباء لأنها تكتمت عليه ولم تختم جوازات السفر الذين زاروا أراضيها. مع انتشار فيروس كورونا وبعد تراجع كبير في العقود الأخيرة، يشهد تقليد توزيع زجاجات الحليب على المنازل في الصباح الباكر في بريطانيا يشهد انتعاشا متجددا، إذ أعلنت كبرى شركة تسليم حليب إلى المنازل في البلاد أنها وظفت 100 عامل تسليم إضافي لتلبية هذا الازدياد الكبير في الطلب بعد دعوات الحكومة إلى الحجر المنزلي. تفيد منظمة ديري يوكاي التي تعنى بشؤون هذا الجانب أن 89% من الحليب المبيع في البلاد في عام 1980 كان يوزع على المنازل، لكن العادات تغيرت ومع منافسة المتاجر الكبرى تراجعت هذه النسبة إلى 30% في منتصف التسعينيات وإلى 82% في عام 2015، إلا أن انتشار فيروس كورونا غير الوضع. وقال المدير العام لشركة ميلك أند مور باتريك مولر، قال: لم يكن دورنا مهما بقدر ما هو عليه اليوم. نقل مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، نلقاكم بخير.